لا بصراحة لا توجد طريقة لمحاربة الدوابة الإلكتروني إلا عن طريق أن تتدخل المنصات أو تتدخل المؤسسات الرسمية في توضيح وتقديم إجابات. واش إلا درت جريمة إلكترونية في ميريكان واش غنتحكم في ميريكان ولا هنا؟ واش درتي أمس خوك الوالدين؟ لا الا درتي جريمه الكترونيه درتي جريمه الكترونيه في ميريكان. انت السيونس كاين في المغرب ودرتي جريمه الكترونيه في ميريكان. لا غيجيب لك حتى لهنا السيونس. صوت يا وليا صوت يا وليا. لا يقدروا يجيوك حتى لهنا اخويا. كاين بزاف ديال المغاربه اللي داروا جرائم الكترونيه بحال السكيم بحال السبام وتشدوا هنا في المغرب. تنهضر معكم بصح يعني صوت يا وليا. سيرتي السلام عليكم خويا امين. خويا امين بغيت ناخذ دبلوم معترف به دوليا غندار ورينا كيفاش. ما معترف به دوليا دبلوم ديال فيسبوك مثلا راه معترف به دوليا المغرب ما معترفش به. ودبلوم اخويا راه سؤال هذا فاك فاش هاد الدبلوم بغيتي تاخذو. سيسكو راه دبلوم دولي ومعترف حتى المغرب معترف به ولا سيرتيفيكا تتسمى سيرتيفيكا. مي اخويا فاش من ضمن. السلام عليكم. هل هناك طريقة لحماية أنفسنا من الدباب الإلكتروني في ظل الأزمة الراهنة؟ كان بغينا نعلق كنلقى الصفحة. لا دابا أنا نديرها وكافي تكمل. كان بغينا نعلق كنلقى الصفحة صفحة صفحة كل حسابات وهمية. لا بصراحة لا توجد طريقة لمحاربة الدباب الإلكتروني إلا عن طريق أن تتدخل المنصات أو تتدخل المؤسسات الرسمية في توضيح وتقديم إجابات وأن يكون هناك تواصل دائم للمؤسسات مع المواطنين انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعي. لكن في ظل غياب المؤسسات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي فإن الدباب الإلكتروني يجد فرصة سانحة له بأن ينشر أفكاره المغلوطة ويهاجم بعض المؤسسات. نشكركم على متابعتكم ونمر إلى السؤال التالي. خويا شتي علاش كيعيطوا ليا شتي علاش كيعيطوا ليا القنوات لايف؟ اخوك بدا انا معك. الارتجال خدام 100%. خويا امين خويا علاش الايفون داير 999 في السيت ديال ابل وعندنا في المغرب 20 كا؟ لانه خويا اولا ما كاينش عندنا ما عندناش متاجر رسميه ديال شركه ابل. هذا واحد. ثانيا كاينه يعني الناس اللي كيدخلوا السلعه ديالهم يعني بطريقه قانونيه فالديوانه والترونسبور عاد زيد الربح ديالو اللي غير ربح كيخليها انه بطبيعه الحال الاثمنه ديال الايفون كتكون طالعه في الثمن. حاجه اخرى ان بطبيعه الحال ملي كيكون يلا خارج واحد الايفون لان كما قلت لك حنا ما عندناش واحد الابل ستور هنا في المغرب. حنا ملي كتشوف شي شركه كتبيع منتجات منتجات او منتجات عفوا ديال ابل هذيك الشركه راه غير ماشي هي ابل غير تقدر عندها اجريمنت ديال ابل ماشي هي ابل. وثاني في هذا الاول هذا كيبغيو يربحوا بزاف بطبيعه الحال تيبغيو يربحوا بزاف لانه كيكون الايفون قليل كيكون الايفون قليل دابا ماشي بحال صبر من هنا واحد شهر ولا شهر ونص. فكاينين الناس اللي تيكونوا مولعين كاينين الناس اللي ماشي مولعين المهم كاين الولاء وكاين الناس اللي كيبغي ديما الجديد فهو ما عندوش مشكله انه يشري ب 20000 درهم فبطبيعه الحال كيشري من الثقه الاولى ب 20000 درهم غادي دوز واحد الشهر غادي يولي ثاني في 15000 درهم 15000 درهم تقدر تلقاه بلايص ب 17000 درهم. بيست ترافيك سي بي اخويا راه هذاك الترافيك هو المجال اللي كتدخل ليه. يعني انت مثلا كاينين الناس اللي كيديروا في الترافيك كيخدامين المايلين والمايلين انواع وكاين اللي مثلا في الترافيك كيخدم في السوشيال ميديا واخا هو اغينست ذا تيرم اوف يوز ولكن هو عنده دي ميثود باش كيجيب الترافيك. كاين اللي كيخدم بالاي سي او راه بقات في الترافيك اخويا السي بي اي راه بقات في الترافيك كي غادي تجيبو هذا هو مربط الفرس في السي بي اي ماشي ده. ماشي زعما رد الفيلم كامل ملعوب على هذاك الترافيك. كاين اللي كيجيب فري ترافيك كل واحد كيخدم. خويا من شحال خاصني باش نبدا في التداول؟ خويا ما خاص قبل ما تسول السؤال شحال غادي خاصني باش نبدا في التداول لان ملي كتسول هذا السؤال كتبين انك انت ما قاري على التداول ما فاهم التداول. كنصحك اخويا عوض ما تسول شحال خاصني باش نبدا في التداول غادي تمشي تقرا على التداول
ايه باش تقرا على التداول اخويا غادي تمشي لهاكس نيشن مفركع بدي فورماسيون ديال التريدين تما سير اخويا واحد العام ولا عام ونص وانت تقرا عاد بدا حيت هذا السؤال هذا ديالك اخويا يودي في 60 دقيقه باين غيمشي لك رزقك نصيحه لي وجهي لك صوفيا خويا امين فاش يقد ينفعني الدبلوم دانفورماتيك اولا غينفعك في حياتك الشخصيه لانه ملي كتكون تقاري الدومين كتقدر انك تحل المشاكل تقدر انك تعرف تصحح مواقع اولا تقرا تعرف انك يعني تقاد تنفعك في حياتك الشخصيه وتنفعك في حياتك العمليه انك تخدم في شركات اللي يكونوا محتاجين شي تخصص في تخصصات الانفورماتيك لان الانفورماتيك تخصص فيه بزاف ديال التخصصات عدد كبير بالعشرات ديال التخصصات على حسب التخصص اللي غدير ديبلوم ديال مانتونس انفورماتيك راه ما بقاش سي با زام ديبلوم هذاك دابا حاليا باش نكونوا واضحين لانه هاد الدومين هذا فيه تجديد ديك الساعه كان البي سي يساوي 30 مليون 20 مليون بي سي كان 10 الملايين كان 5 الملايين كان بي سي غالي يعني ماشي ما كانش في الديور ما كانش ديك الساعه انترنت ما كانش بزاف الحوايج كنتي كتقرا واحد ديبلوم تيتسمى ديبلوم دو مانتونس كيفاش تصاوب البي سي فهمتي دابا الوقت تبدلات ولا بي سي ب 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم داك الدبلوم ما عنده فاش ينفعك علاش لانه كلشي تقدر تصاوبو سوغ انترنيت كلشي تيعرف فورماطي كلشي تيعرف شنو هي كارت ميموار كلشي كيعرف اشنا هو روتور وكيفاش يكونيكتي كلشي ولا تعرف هادشي يعني داك الدبلوم سي دي باس اذا باقي كيقري شي مؤسسه داكشي راه ما عندك ما دير انا هو راه سي دي باس خويا امين إبتي تاع 2023 تقول لك انا عندي ديبلوم تكنيسيان واش قريتي في هذا البيسي قريتي فيه حيت انت اوطون كو تكنيسيان او مانتونونس انفورماتيك جابها انا اللي غيخسر البيسي ما محتاجش نعرف لا رام ونعرف لا دغيساج هادشي كاع ما تيقري ولا دغيساج وهادشي ما كيقري ولكن على العموم كاع الا قريتي ماذا سينفع ما غينفعك في الدوزه لان لا رام تحركات غتبدل او سالي انت ما غاديش دير الفورنسكس باش تعرف لا دغيساج في لا رام ما تخرجش الفورنسكس فهمتيني اللي تا تحرك لا رام تبدل تحرك البروسيسور تبدلو تحرك الديسك ديال راه تقادو سالينا خويا امين ولا الخوت اللي بغى يعاون هاد الناس في غزه راه محتاجين مصاريف باش يشريو ما ياكلوا الله يجازيك بخير اخويا راه هادشي انا شويه راه شوف احنا لا انا لا اشك في سوء نيتك ولكن اخويا راه تعرف كاين النصب والاحتيال في الانترنت انا هادشي ما تنطيقش به كنت بيتوين نجبد لكم واحد المساله كنت جلست مع ناس اللي المهم ناس اجنبيين كنا جلسنا وتنهضروا على المساله ديال التبرعات هادشي اقوله واتحمل مسؤوليتي فيه كنا كنهضروا على المساله ديال التبرعات اللي كيطلعوا في الفيسبوك هما يقولوا لي المهم انا ما بغيتش نعطي الصفه ما بغيتش نقول ما بغيت نعطي والو المعلومات عليهم ما بغيتش نعطي المهم المعلومه اللي من عندهم راه شي حاجه اللي هي خدها وديها قال لك راه هادوك اللي كيبداو يديروا لكم في الاشهارات في فيسبوك دوك المنظمات اللي تياخذوا 10% تنهضر على دوك 10% من دوك التبرعات كياخذوها هما كياخذوها يعني راه ماشي فلوس كاملين كيمشيو لتما فما بالك وانا اتساءل عن اصحاب الاحسان العمومي في المغرب وانا اتساءل تساؤل من حقي الا كانوا هادو منظمات كبار كياخذوا التبرعات وكيوصلوهم وتياخذوا 10% ويقول لي المخرج ديها في صقرسك ويش